بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. صدق الله العظيم. كما تحدثنا في الحصص السابقة أن سورة الرحمن تناولت العديد من النعم التي أعطانا إياها الله عز وجل، وطبعا تكررت في السورة فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما المقصود بآلاء يا تاسع؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ مس الصوت واضح؟ تمام. إذا ما المقصود بآلاء؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما المقصود بآلاء؟ أي النعم، أحسنت يا آية. فبالتالي عندما تحدثت عن النعم فدائما الله عز وجل كان يذكرنا، فالذين ينكرون نعم الله عز وجل ويخاطبهم فبأي آلاء ربكما تكذبان. اليوم بإذن الله سنبدأ في درس كن سعيدا. طبعا في البداية السؤال الذي يطرح دائما عندما نتناول النصوص، ما الفن الأدبي الذي ينتمي إليه النص؟ إذا ما الفن الأدبي الذي ينتمي إليه النص؟ يلا يا تاسع. ونذكر أن الفنون الأدبية هي الرواية والمقالة والسيرة والقصة وإلى آخره. ما الفن الأدبي الذي ينتمي إليه النص؟ لا يا بشار، مش القصة. بس اللي عنده مشكلة بالصوت يرجع يطلع من الموقع ويرد يفوت. أحسنت يا رنيم. إذا الفن الأدبي الذي ينتمي إليه النص والمقالة الأدبية. من هي كاتبة النص؟ جميعنا نفتح سويا على صفحة على صفحة التعريف بالكاتبة. كاتبة النص هي مي زيادة. إذا كاتبة النص هي مي زيادة، وهي فلسطينية الأصل، وعاشت في فلسطين ولبنان ومصر. لحد الآن المعلومات اللي إحنا بنحكيها هي معلومات أساسية غير مطالب فيها، مطالب بمعرفة اسم الكاتبة. وجهها المفكر المصري. يمكن أن تسأل من الذي قام بتوجيهها إلى الأعمال الأدبية؟ هو أحمد لطفي السيد. أيضا أحمد لطفي السيد أهداها نسخة من القرآن الكريم. أيضا كان لمي زيادة صالونها الأدبي، والمقصود بالصالون الأدبي هو مكان يجتمع فيه الأدباء لعرض أعمالهم الفنية. ومن هؤلاء الأدباء عباس محمود العقاد، بس هدول المعلومات جدا مهمة نحفظها، وطه حسين، ومصطفى صادق الرافعي، وأيضا العديد من الأدباء. إذا إلى الآن مي زيادة، من الذي قام بتوجيهها؟ أحمد لطفي السيد، وأيضا الأدباء الذين كانوا أو وكانت تجتمع بهم عباس محمود العقاد وطه حسين ومصطفى صادق الرافعي. أيضا السؤال الجد المهم هو من مؤلفاتها؟ ما هي مؤلفات أو مؤلفات الكاتبة؟ واحد ابتسامات ودموع، اثنين كلمات وإشارات وظلمات وأشعة. يوجد سؤال أيضا مهم جدا، من أي كتاب اقتبس النص؟ من أي كتاب اقتبس النص؟ من ظلمات وأشعة. أحسنتم يا يعني. إذا اقتبس النص من كتاب ظلمات وأشعة. سأبدأ في البداية بالحديث، شكرا يا أحمد، شكرا
شكرا يا تيا، شكرا يا بس. سأبدأ في البداية بالحديث عن الفكرة العامة للنص. الفكرة تتمحور حول مفهوم السعادة. طبعا الكاتبة أبدت رأيها في مدى تحقق السعادة، متى تتحقق السعادة في نفس كل أو كل منا. فهي تقول أن السعادة هي قرار نفسي ينبع من نفس الإنسان باختلاف ظروفه. فإذا كانت هذه الظروف هي ظروف سلبية يمكن أن نحولها إلى أفكار إيجابية. فعلينا دائما أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكوب. فبالتالي مس دائما إذا نظرت لكل ظروفك من الناحية الإيجابية تتحقق السعادة. فبالتالي بالنهاية المقصود أو المقصد العام من النص السعادة هي قرار نفسي. إذا أردت أن تكون إنسانا سعيدا فسيتحقق أو ستتحقق السعادة لديك. نبدأ الآن في قراءة النص وقراءته قراءة نقدية. الفقرة الأولى إذا كنت غنيا، أولا سيتحدث أو ستتحدث الكاتبة عن فكرة الغنى وفكرة الفقر. دعونا نتعرف سويا، إذا كان الإنسان غني وإذا كان فقيرا كيف سيكون سعيدا؟ طبعا بس في بداية كل فقرة عليكم أن تضعوا هذا السؤال، كيف تتحقق سعادة كل من؟ طبعا بما انها الفقرة الأولى والفقرة الأولى تتحدث عن الغني والفقير، فكيف تتحقق سعادة كل من الغني والفقير؟ أولا إذا كنت غنيا فكن سعيدا لأن مزاولة. ما معنى مزاولة يا تاسع؟ ما معنى مزاولة؟ ممارسة. أحسنت يا آية. إذا مزاولة بمعنى ممارسة. الأمور الخطيرة هيئت لك، هيئت بمعنى، شكرا يا سارة، شكرا يا عبد الرحمن، هيئت بمعنى هيئت أي جهزت أو أعدت. إذا هيئت بمعنى أعدت أو جهزت. وكنت مشكور الصالحات، مرجو الجميل. مرجو، ما المقصود بمرجو؟ ما المقصود بمرجو؟ مرجو الجميل أي مأمول. أحسنت يا آية. إذا مرجو بمعنى مأمول. لقد عز جانبك، عز بمعنى عز يا تاسع، بمعنى عز أي قوية، قوية. إذا في البداية تقول الكاتبة إذا كنت إنسانا غنيا فيجب عليك أن تكون سعيدا. لماذا يجب عليك أن تكون سعيدا؟ لأن مزاولة الأمور الخطيرة هي أتلى. ما معنى ذلك؟ أي أنك كنت تستطيع المجازفة والمخاطرة والدخول بالمغامرات لأنك تمتلك الغنى والمال والجاه. وأيضا وكنت مشهورة الصالحات لأنك يمكن أن تقدم للآخرين المعروف، فبالتالي سوف تكون مرجو أي مشكور للأعمال الصالحة. بالإضافة إلى أنك قد عز قوي جانبك في المجتمع. أيضا ونشر رواق العز. ما المقصود برواق؟ ما المقصود برواق؟ شكرا يا، شكرا يا عمر، شكرا يا الأسماء غير واضحة. رواق هو مقدمة الشيء. فوق دمارك، نشر فوق دمارك. الدمار هي الدمار، نعم رواق البيت أي مقدمته. ما ينبغي الدفاع عنه. أحسنت يا نين. إذا الدمار هي ما ينبغي الدفاع عنه. هنا ونشر رواق العز. هل العز بالفعل شيء ينشر أو ينتشر؟ هنا يوجد لدينا صورة فنية. ما الصورة الفنية الموجودة هنا يا تاسع؟ نشر رواق العز. نشر رواق العز، ما الصورة الفنية الموجودة؟ من يوضحها لي؟ هنا شبه العز بالرائحة الطيبة التي تنتشر. طبعا بس ركز معي وافهم شو بحكي، وان شاء الله كل هاي المعلومات رح ابعث لكم اياها على الجروب. اذا رواق العز شبه العز بالرائحة الطيبة التي تنتشر. إذا أيضا فتم لك وجه من وجوه الحرية والاستقلال، فسوف تكون إنسان مستقل بذاته.
انتقل الآن إلى الجانب الآخر. تحدثنا إذا كنت غنية، لكن إذا كنت فقيرة أيضا يجب عليك أن تكون سعيدا. لماذا؟ لأنك سلمت من شلل معنوي. ما المقصود بالشلل المعنوي؟ ما المقصود يا تاسع بالشلل المعنوي؟ الزهد عن السعي والطموح. شكرا يا آية. الزهد عن السعي والطموح بمعنى أنك سوف تكون لديك الطموحات الكثيرة التي سوف تعمل حتى تصل إليها، فسوف تسلم من الأشخاص الأغنياء الذين يفتقرون للطموح، لأن كل ما يرغبون به هو موجود لديهم. ابتلي، ابتلي معنى ابتلي، معنى ابتلي أصيب به. أحسنت يا دانيا، أحسنت يا أحسنت يا لي، أحسنت أمس. إذا ابتلي بمعنى أصيب. من دانت لرغبته، دانت، ما المقصود بدانت؟ ما المقصود بدانت بمعنى اقتربت أو حنت؟ اقتربت أو حنت. دانت لرغبته جميع المطالب، وتجنبت ما يتعرض له ذو الغنى. معنى ذو، ما المقصود بذو؟ ما المقصود بذو؟ أي ذو بمعنى، يلا يا تاسع، ذو بمعنى، خليكم معي مس، خليكم معي صاحب، شكرا لكم، خليكم معي أمس. إذا ذو بمعنى صاحب، ذو الغنى والجاه من حسد وكر، فلا تتلظى لك الصدور. تتلظى الصدور، تتلظى بمعنى تشتعل، تتلظى بمعنى تشتعل. إذا كنت فقير سلمت من الشلل المعنوي، وأيضا تجنبت الحسد والكره من الطبقات المختلفة التي يمكن أن تصل إلى الحقد والكراهية للأشخاص الأغنياء بالإضافة إلى الحسد، ولا ينظر إلى متاعك بعين مريضة. العين المريضة هنا كناية عن الحسد، كناية عن الحسد. فلو سألتك يا تاسع ما دلالة العين المريضة، هي كناية عن الحسد. إذا الفكرة في هذه الفقرة ضرورة تحقق السعادة في حالة كان الإنسان غني أو فقير. إذا لدينا أيضا صور فنية أخرى، سلمت من شلل معنوي. شبه ماذا بالشلل المعنوي يا تاسع؟ شبه ماذا بالشلل المعنوي؟ ما الشيء الذي شبهه بالشلل؟ الغنى. شكرا يا عمر. إذا شبه أو شبهت الكاتبة الغنى بالشلل الذي يصيب أعضاء الجسم. أيضا فلا تتلظى الصدور. هل الصدور بالمعنى الطبيعي تشتعل وتحترق؟ وهنا أيضا يوجد لدينا صورة فنية، يوجد لدينا صورة فنية. تتلظى الصدور. يلا يا بشار، يلا يا مؤمن، يلا يا ليل، يلا يا رنين. تتلظى الصدور، هنا شبه الصدور بالشيء الذي يشتعل أو يحترق، ولا ينظر إلى متاعك بعين مريضة. شبه الحسد، شبه الحسد بالعين المصابة بالمرض. إذا هل فهمنا الفقرة الأولى والفكرة منها؟ هل فهمت الفكرة من الفقرة الأولى؟ أحسنت يا سارة. واضحة الفقرة الأولى؟ واضحة يا تاسع؟ صح يا شهد؟ تمام. ننتقل للفقرة الثانية. نفس السؤال اللي حطيناه على الفقرة الأولى، كيف تتحقق كل من، كيف تتحقق سعادة كل من الشباب و الناس أو الشيوخ بمعنى الكبيرين في العمر؟ دعونا نتعرف كيف تتحقق سعادة كل منهم. إذا كنت شابا فكن سعيدا، لأن شجرة مطالبك مخضلة. ما معنى مخضلة؟ ما المقصود بمخضلة؟ أحسنت، كثيرة الأوراق. إذا شجرة مطالبك، هنا المطالب بمعنى أمنياتك، فأمنياتك كثيرة. وهنا أيضا يوجد صورة فنية، شبه أمنيات الشباب بالشجرة كثيرة الأوراق. وقد بعد أمامك مرمى الأهداف، بمعنى أن أهدافك يمكن أن تتحقق على مرور الزمن، فتيسر لك إخراج الأحلام إلى حيز الواقع. ما المقصود بحيز؟ ما المقصود حدود؟ شكرا يا آية. إذا حيز بمعنى حدود.
وإذا كنت بذلك حقيقا، معنى حقيقا، معنى حقيقا أي حقيقا بمعنى حقيقا بمعنى جديرا، حقيقا هنا مش حقيقيا، حقيقة، حقيقا بمعنى جديرا. إذا يمكن أن تخرج أحلامك ويمكن أن تحقق هذه الأحلام، فبالتالي لذلك يجب أن تكون سعيدا. أما إذا كنت شيخا أي كبيرا في السن أيضا فكن سعيدا، لأنك عرفت الدهر، عرفت الدهر وناسك. معنى عرفت، معنى عرفت أحسنت، بمعنى خبرت، بمعنى أن الإنسان إذا تقدم بالعمر فسيصبح أكثر خبرة ومعرفة لأحوال الدنيا والناس. وألقيت إليك من صدق الفراسة وحسن المعالجة مقاليد الأمور. الفراسة، ما المقصود بالفراسة؟ الفراسة مهارة التعرف بواطن الأمور، أحسنتم. إذا هي مهارة التعرف إلى باطن الأمور، يعني يمكن أن بمهارة الفراسة إذا طلعت على شخص معين يمكن أن تعرف ما يفكر، ما هي طبيعة نفسه، فهذه تسمى مهارة الفراسة. مقاليد الأمور بمعنى، ما معنى مقاليد الأمور هنا؟ السلطة. فكل أعمالك إن شئت منافع، منافع، والدقيقة الواحدة توازي بمعنى تساوي من عمرك أعواما، لأنها حافلة بالخبرة والتبصر وأصالة الرأي. ما معنى التبصر؟ ما معنى التبصر؟ تبصر أكيد حافلة بمعنى مليئة. التأمل، إذا التبصر بمعنى التأمل، وأصالة الرأي، أصالة الرأي بمعنى، أصالة الرأي بمعنى سداد الرأي. إذا أصالة الرأي بمعنى سداد الرأي. إذا نحب الفقرة الثانية، إذا كنت شاب فعليك أن تكون سعيدا لأنك يمكن أن تحقق أحلامك، وأيضا إذا كنت كبيرا في العمر فعليك أن تكون سعيدا لأنك عرفت وخبرت الدهر والناس. نعود قليلا إلى الشرح. طبعا لدينا صورة فنية في الفقرة الثانية، شجرة مطالبك، وقلنا أنها شبه أمنيات الشباب بالشجرة كثيرة الأوراق. الآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة. هل يوجد سؤال إلى الآن؟ هل يوجد شيء غير واضح؟ الفقرة الثالثة سؤال أيضا، كيف تتحقق كل من سعادة كثير الأصدقاء أو كثير الأعداء؟ دعونا نتعرف. إذا أنا كنت عندي أصدقاء كثير أو أعداء كثير، كيف ممكن أكون سعيد؟ إذا كنت كثير الأصدقاء فكن سعيدا، لأن ذاتك، ذاتك بمعنى الذات، بمعنى، إن شاء الله يكون كله تمام وواضح، نفسك، أحسنتي يا سارة. إذا ذاتك بمعنى نفسك. شباب بدي تفاعل، مش بس البنات، بدي إياكم تتفاعلوا معي، أحسنتي يا نصار. ترتسم، ترتسم بمعنى، ترتسم بمعنى، يلا يا تاسع، يلا يا شباب، يلا يا صبايا. ترتسم بمعنى تظهر. إذا كنت لديك الكثير من الأصدقاء فإن ذاتك ترتسم في شخصياتهم، بمعنى أن يمكن أن تؤثر بهم أيضا. والنجاح مع الصداقة أبهر، دائما النجاح مع الأصدقاء يكون أكثر جمالا وروعة. أبهر بمعنى أبهر، أبهر، ما معنى أبهر يا تاسع؟ ما معنى أبهر؟ أفضل أو أجمل، أحسنتم. إذا أجمل أو أفضل. والإخفاق قل مرارة، لأن يمكن هؤلاء الأصدقاء أن يخففوا عنا مشاكلنا ومصاعبنا، فيكون الإخفاق أقل مرارة. إذا مرارة بمعنى حزن، وجمع القلوب حولك يستلزم صفات وقدرات لا توجد في غير النفوس ذات الوزن الكبير، بمعنى إنه كل ما كان عندك أصدقاء، أصدقاء كثير، فبالتالي أنت إنسان مؤثر، إنسان جيد، لأنه لا يمكن، يعني غالبا ليس من الكثير من الناس
من يستطيعون أن يجذبون الكثير من الأصدقاء إلى حياتهم. أيضاً ذات وزن كبير أهمها الخروج من حسن أنانيتك. ما المقصود بالحسن؟ ما معنى حسن؟ ما معنى حسن؟ معنى حسن أي معنى الحسن هي حدود. هنا جاءت بمعنى حدود. الأنانية، ما معنى الأنانية أو الأنا؟ الأنانية أو الأنا، ما المقصود بالأنانية أو الأنا؟ هي حب النفس. إذن الأنانية هنا حب النفس. هل للأنانية حسن أو مكان أو حدود؟ فهنا شبه الأنانية بالمكان الذي له حيز وحدود لاستكشاف ما عند الآخرين من نبل ولطف وذكاء. إذا يمكن أن تستفيد أنت أيضا من الآخرين وتأخذ الجيد منهم لأنك كثير الأصدقاء. أيضا إذا كنت كثير الأعداء فكن سعيدا. كيف سأكون سعيدا إذا كنت كثير الأصدقاء الأعداء؟ لأن الأعداء هما سلم، الأعداء هم سلم الارتقاء. بمعنى إذا كان لديك الكثير من الأعداء الذين دائما ما يحاولون الإحباط منك، فبالتالي اجعل إحباطهم هو دافعا للوصول إلى النجاحات حتى تقهر هؤلاء الأعداء، وهو أضمن شهادة بخطورتك. أنا لما أكون إنسان جيد فبالتالي أنا إنسان مؤثر، فبالتالي هناك يمكن أن يكون لدي الأعداء الذين لا يحبون نجاحاتي، فبالتالي أنت هنا أخذت الشهادة بالخطورة والتأثير في الحياة. التحامل أيضا، كلما زادت منهم المقاومة والتحامل هو الزيادة في التحمل وتنوع الاختيار والنميمة. الاختيار هو والنميمة هو الكلام عن الأشخاص من ورائهم. زدت شعورا بأهميتك فاضطعت، اضطعت بمعنى اضطعت لتاسع معناها اعتبرت. شكرا يا مس. إذا اضطعت بمعنى اعتبرت بالصائب من النقد. ما المقصود بالنقد؟ ما المقصود بالنقد؟ النقد هو التمييز ما بين الجيد من الرديء، الذي هو كالسم يريدونه فتاكا. معنى فتاكا، ما معنى فتاكا؟ أي قاتلا، ولكنك تأخذه بكميات قليلة فيكون لك أعظم المقويات. إذا هنا شبه نقد الآخرين لأفعالي وتصرفاتي يمكن أن يكون كالسم. هذا السم يريدونه أن يكون فتاكا، بمعنى أن يحبطك ويقلل من نجاحاتك، لكن هذا السم يأخذه الإنسان الناجح بكميات قليلة فيتحول إلى دواء. فهنا أيضا شبه النقد اللاذع بالسم. إذا الفكرة من الفكرة الثالثة هو ضرورة تحقق السعادة في حال كان الإنسان لديه الكثير من الأصدقاء أو الكثير من الأعداء. الفقرة التي تليها أيضا السؤال المعتاد، كيف تتحقق سعادة كل من يمتلك صديقا وفيا أو صديقا غير وفي أو صديقا خائنا؟ إذا كان صاحبك وفيا فكن سعيدا. طبعا معنى وفي، ما معنى وفي؟ ما معنى وفي؟ أي يلا يا تاسع، ما معنى وفي؟ أحسنتم مس، أحسنت يا ليل، أحسنت يا عبد الرحمن. إذا وفي بمعنى مخلص، لأن الأيام حبتك، حبتك. ما معنى حبتك؟ ما معنى أعطتك أو منحتك؟ إذا حبتك بمعنى منحتك بكنز من أثمن كنوزها. ما هو الكنز هنا؟ ما هو الكنز؟ ماذا قصدت الكاتبة بالكنز؟ تمام، ماذا قصدت؟ ليست السعادة، لا، ولا الوفاء بالمعنى نفسه، هو الصديق الوفي. أحسنت يا بشار. إذا شبه الصديق الوفي بالكنز الثمين. أما إذا كان لديك صديق خائنا فأيضا كن سعيدا، لأنه لم يكن على استعداد لاستماع لأمثولة خفية. أمثولة، ما معنى أمثولة؟ ما يمتثل به. أحسنتم، ما يمتثل به.
تلقيها عليه نفسك ولو يغادر امرؤ حظيرة محبة إلا ليفتح مكانا لمن هو خير منه. بمعنى إذا كان لديك صديقا خائنا فأيضا عليك أن تكون سعيدا، لأنه خسر شخصية عظيمة مثلك، لأنك أنت لديك ثقة بالنفس. أيضا كل شخص يذهب دائما ما يأتي في حياتنا من هم أفضل منه. إذا الفكرة من الفقرة الرابعة هو ضرورة السعادة في حال كان الإنسان لديك صديقا خائنا أو وفيا. نتذكر هنا أمور لم نتحدث عنها. لا إذا حبتك بكنز وضحنا الصورة الفنية الموجودة فيها. ننتقل الآن إلى الفقرة الخامسة والأخيرة. هل يوجد سؤال إلى الآن؟ هل يوجد سؤال يا تاسع؟ تمام. هنا أيضا في هذه الفقرة سنضع السؤال المعتاد، كيف تتحقق كل من سعادة الإنسان الذي يعيش في وسط متقهقر أو وسط متقدر؟ ما معنى وسط متقهقر؟ ما المقصود بالوسط المتقهقر؟ المقصود بالمتراجع أو المتخلف. إذا عشت في وسط يفهمك ويقدرك فكن سعيدا، فهناك اكتسبت كل يوم شبابا جديدا. إذا كنت أنت عايش وسط بيفهمك وبيقدرك وهو مجتمع متقدم، فبالتالي في كل يوم يمكن أن تكتسب شبابا ونفس جديدة تهيئك وتجعلك أكثر أملا لممارسة ما هو قادم من الأيام، وقوة جديدة ونمت. ما معنى نمت؟ نمت بمعنى كبرت أو قويت روحك ثم نمت حتى أذهلتك منها الآفاق والبحار. ما المقصود بالآفاق؟ ما أحسنت يا مصطفى؟ ما المقصود بالآفاق؟ هي الآفاق هي الأماكن. إذا الآفاق بمعنى الأماكن البعيدة والكثيرة. إذا في الوسط الذي يفهمك سوف تنمو روحك وتتطور. أما إذا عشت في وسط متقهقر، وقلنا متقهقر أي متخلف، فكن سعيدا أيضا. كيف سأكون سعيدا وأنا أعيش في وسط متقهقر؟ لأنك في حلة. ما مقصود بحلة؟ ما المقصود بحلة؟ أي يلا يا مس حل، أي أتيحت لك الفرصة. إذا حل بمعنى أتيحت وتقدمت لك الفرصة من أن تخلق لك جناحين تطير بهما فوقه إلى حيث تبدع من أشباه روحك عالما حوى. عالما حوى، حوى بمعنى حوى يا تاسع بمعنى أي اشتمل أو ضم. إذا حوى بمعنى ضم عفوا. قوتا، ما معنى قوت؟ القوت هو الطعام. أحسنت. لجوع فكرك وشراب لظمأ جنانك. هل الفكر يجوع؟ بالتأكيد لا. وهنا صورة فنية شبه الفكر بكائن حي يجوع. وشرابا لظمأ جنانك. ظمأ، ما المقصود بظمأ؟ العطش. أحسنت يا لي. والجنان، ما هو الجنان؟ هو القلب. فإذا شبه القلب أو الفكر بكائن حي يشرب أيضا. فإذا يجب أن تكون سعيدا في كلا الحالتين. آخر شيء ذكرته الكاتبة، كن سعيدا لأن أبواب السعادة شتى. معنى شتى أي مختلفة. أحسنت يا دانيا. ومنافذ الحظ، منافذ بمعنى مسالك أو طرق أو مخارج. لا تحصى، معنى لا تحصى أي عديدة أو لا تعد. ومسالك الحياة أي طرق الحياة تتجدد مع الدقائق. كن سعيدا دوما، كن سعيدا على كل حال. فإذا في الفقرة الأخيرة أعادت الكاتبة تركيزها على فكرة تحقق ضرورة التحقق للسعادة في نفس الإنسان، و
وهي تكون بالتفكير بالجوانب الإيجابية والابتعاد عن التفكير بالجوانب السلبية في حياة كل منا. بإذن الله في الحصة القادمة سنبدأ بحل الأسئلة على النص. هل يوجد سؤال؟ هل يوجد سؤال؟ تمام، يعطيكم ألف عافية.